السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. عيد مبارك سعيد. اليوم غنخدمو حولق سهلين بزاف. على هاد الشكل انا خدمت ديجا وحده، دونك غنخدمو ثانيه. فنحتاج هاد السلك هذا ديال المعدن، غنحتاج لافير الخرز المقاس ديال 8، مقاس ديال 6، المقاس ديال 4، والمقاس ديال 2. ندوزو وكناخذ خيط، ندخل الاولية واحدة ديال 2، واحدة ديال 4، 2 ديال 6، 3 ديال 8، 2 ندخل 2 ديال 6، 1 ديال 4، 1 ديال 2. على هذا الشكل هذا كنجي كنقطع. هنجمع على هاد الشكل، بعد كتبقى لا فورم نتوما تعدلوها. غنجي غنجمع جوج سلوكه، واحد الخريزه المقاس ديال 8، سمحوا لي نسيت ما قلت لكم، غنحتاجو لي بول اي كرازي. ناخذ وحده ندخلها في جوج ديال الخيوط على هذا الشكل هذا. غنجي واحد من الخيوط هادو، ف ناخذ القياس ديالي، نقطع، ندخلو، نرجع نعاود ندخلو في وسط لابول، صافي هي دخلت. فنجي ونبريسي، بريسي مزيان، وهذا الخيط الثاني انزولو. كنجيب دابا العلاقه كنحلها، كندخل حلقه ديالي وكنعاود نشد على هذا الشكل. وهي الحلقة ديالنا واجدين. بالنسبة بغيتو تجيكم دائرية، بغيتو تجيكم طولة، كيبقى
الشكل بحال اللي قلت لكم، ثم اللي كتحكموا به والحوالق ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو انيقين. فنتمنى يكونوا عجبوكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل.